بالنسبه بقى لجماهير الزمالك اللي طلعت تزيط وتتريق على جماهير النادي الاهلي في مباراه انبي، كلامي دلوقتي للجماهير اللي طلعت تزيط، انما الجماهير المحترمه الكلام ده بعيد عنها. وطلعني اقول لك ده احنا في نفس الاستاد مالينا الثالثه يمين وكمان مالينا نص الثالثه شمال. احب اقول لك بقى يا بواب ان احنا في بطوله افريقيا كنا مالين الثالثه شمال ومالين كمان الثالثه يمين بتاعتك، بس الفرق بيني وبينك ان انا في افريقيا باخد البطولات وانت بتاخد فيه. احب اقول لك بقى بوابة اللي ما بتفهمش ان الجماهير والتراس اهلاوي عاملين اضراب على البطولات المصريه. هتقول لي طب حضروا ازاي مباراه الكاس ومباراه السوبر وهم عاملين اضراب؟ هقول لك تعالى كده بوابة اللي ما بتفهمش، تعالى اشرح لك عشان انت فهمك على قد. حضروا عشان البطولات ديت كان بره مصر، انما اي بطوله مصريه جوه مصر مش هتلاقي التراس اهلاوي وهتلاقي جماهير النادي الاهلي زي ما انت شفت في مباراه ام. واكيد طبعا انت عارف هم عاملين اضراب ليه، ولو مش عارف ومش فاهم تعالى افهمك، وانا عارف ان فهمك على قد. عندنا الجماهير الاهلاويه والتراس اهلاوي لما بيروح يحضروا مباراه في الدوري المصري بدل ما بيروح على بيته بروح على السجن، فراح احضر ليه؟ بدل ما اقعد في بيتي معزز مكرم اروح اتهان في السجن وراح اتهان في الاستاد ليه؟ اروح بدل ما ادخل بالادوات بتاعتي وبالاعلام الادوات بتاعتي تتكسر والاعلام ما تدخلش، اروح احضر ليه؟ ملهاش اي 30 لازمه بقى، افضل معزز مكرم في بيتي. انما انتوا لا مؤاخذه عاملين زي الحمير، وانا اسف ان انا غلطت في الحمار. بيتقال لكم يمين بتروح يمين، بيتقال لكم شمال بتروح شمال. قولوا الهتاف الفلاني حاضر، ما تقولوش الهتاف الفلاني حاضر ما تقولش. عرفت انتوا مين بقى يا شويه مرشدين؟ بس كده يلا سلام.